قناه شوكا اسيس. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا لكم جوج انواع ديال العصير، عصير ليمون وعصير فريز، سهلين في التحضير بمكونات بساط. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للعصير اللي عندنا، عندنا الاول هو خديت ليمونه متوسطه غسلتها وقطعتها طريفات وبيتها ليلة كاملة في الكونجيلاتور. كذلك عندي الفريز هنا درت له حطيته في الثلاجة ليلة كاملة. عندي هنا يا ربعة تاع الفريز درت عليه، حطيت فوق منها ربعة معالق صغار ديال السكر سنيدة باش يرخي هاد السيروم ديالو، حيت غنطحنو غير بالماء. نرجعوا للعصير ديال الحامض. عندي كما قلت لكم ليمونه متوسطه، غندير فيها يطرود الماء. غادي ندير الليمون في الطراب وغندير يطرود لارب ديال الماء. عندكم ليمونه كبيره ديروا يطرو. غندير جوج معالق كبار ديال سنيده، يكونوش عامرين بزاف. كنتو كتبغيو الحلاوه غادي تزيدو او تنقصو. صافي دابا غنطحنو، بعد نوريكم الشكل النهائي. بالنسبه للعصير الثاني ديال الفريز، كما قلت لكم ربعه درت فيها ربعه معالق صغار ديال السكر سنيده، اللي بغى يزيد يقدر يزيد. هو غادي العصير هذا هانتوما كيما شفتو ملي كدير له السكر تيرخي السيروم ديالو. غندير الماء على القياس اللي باغا انا العصير نتاعي يكون جاري. غنطحن وغادي نشوف الجراوه اللي غنبغي انا. صافي دابا غادي نطحن وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال العصير ديالنا تاع ليمون فريز. العصير ديالنا ها هو دا وجد، هاد الاول تاع الليمون والثاني ديال الفريز. كيف ما شفتوا ساهلين في التوجد، كيصلحوا في جميع المناسبات. نتمنى تجربوهم، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء، وما تنساوش تدعموني بالتعليقات واللايكات ديالكم والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا على حسن المتابعه، الى اللقاء.